السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قصة ماشطة بنت فرعون، أقدم لكم اليوم قصة أخرى وقعت أحداثها في نفس الزمان ونفس المكان، قصة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. آسيا إحدى سيدات أهل الجنة، كانت زوجة لفرعون الحاكم الذي أمر عبيده بأن يعبدوه ويقدسوه وأن ينادوه بفرعون الإله. ظهر في حياتها النبي موسى عليه السلام، ويقول ابن كثير عن هذه الواقعة في كتابه البداية والنهاية: وجدت الجواري سيدنا موسى في البحر في تابوت مغلق عليه، فلم يتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون، فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية، فلما وقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا، حب الأم لابنها. ويضيف ابن كثير: لما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه، فاستوهبته منه ودافعت عنه وقالت: قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون: أما لك فنعم، وأما لي فلا. فقالت: عسى أن ينفعنا. ثم تبنيا. كبر موسى عليه السلام وشاهد بطش فرعون وجنوده، فرحل إلى مدين، وبعد فترة عاد إلى مصر ودعا إلى توحيد الله بدلا من فرعون، فآمنت به آسيا وأخفت ذلك عن زوجها. ثم بعد فترة أشهرت إيمانها بدين موسى. حدث هذا عندما قتل فرعون الماشطة التي كانت تمشط ابنتهما، بعد أن قالت له: ربي وربك الله، فقذفها هي وأولادها في قدر به زيت يغلي. أثار هذا غضب آسيا، فواجهت فرعون وقالت له: الويل لك، ما أجرأك على الله، فرد، لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت: ما بي من جنون، لكني آمنت بالله تعالى رب العالمين. ويروى أن فرعون ثار غضبا وجن جنونه، وتحدث إلى قومه على الملأ وقال لهم: ما تعلمون من آسيا بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها، فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري. فقالوا له: اقتلها. وبعد ذلك أرسل فرعون آسيا مع عبيده إلى صحراء مصر القاحلة وقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فالقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. هنا شد زبانية فرعون يدي ورجلي آسية بعدما رفضت التراجع عن الإيمان، ووضعوها في الحر اللاهب تحت أشعة الشمس المحرقة، ووضعوا على ظهرها صخرة كبيرة. ويقول ابن كثير إن فرعون
تفنن في تعذيب زوجته، لكنها ظلت على الحق وتحملت العذاب والألم الشديد طمعا في الفوز بالجنة. وعندما شعرت بدنو نهايتها وقرب أجلها، دعت الله أن يبني لها بيتا في الجنة. يقول الله تعالى في سورة التحريم الآية 11: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وفي هذه الأثناء كشف الله عن بصيرتها فأطلعها على مكانها في الجنة، ففرحت وضحكت. وكان فرعون حاضرا هذا المشهد فقال: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. فقبض الله روحها في هذه اللحظة إلى جنة الخلد رضي الله عنها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران، فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضلها عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أتمنى أن تكون قصتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم لما فيها من الكثير من العبر بضرورة التشبث بالحق واليقين والإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، فما عند الله خير وأبقى. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في قصة قادمة إن شاء الله.